الشهر بولخراس أن ولاية تيزي وزو بفضل رقمنة القطاع فيها ساعد كثيرا في التدخل الاستعجالي لفرق سون الغاز، والتي استطاعت في ظرف قياسي إعادة تشغيل الشبكتين في بعض المدن وقطعها بصفة احترازية في مناطق أخرى، مؤكدا أن تعميم الرقمنة في القطاع سيكون على المستوى الوطني. كما تيزي وزو مثلا الرقمنة ساعدت باللي شبكة تيزي راهي آلية تيليكون جبيت، يعني كيكون قطاع في منطقه يعني بطريقه اوتوماتيك نقوموا بعزل يعني العطب، هذا سمح لنا باش كذلك باش نقوموا باسترجاع التيار في ظرف قياسي، ورانا ماشي نعموا كل هاد الامور على المستوى الوطني. لذا مزينا في استراتيجيه من 2026 ان شاء الله كل شيء يكون مرقم، ليس فقط في استعمال يعني لي سيستيم دانفورماسيون انظمه المعلومات او لا جيستيون دو كوري، ولا حتى في تسيير الشبكه، لان الرقمنه في قطاع الطاقه واسعه خاصه في تسيير الكهرباء والغاز.